لسه مستمرين معكم في الحياة الآن، ووصلنا للفقرة الحوارية اللي ضفنا فيها المهندس وليد حقيقي رئيس مركز الدراسات المائية والتصميمات بوزارة الري. برحب بحضرتك يا فندم في الحياة الآن. الحقيقة يعني أستاذ وليد مهندس، يعني مصر تعرضت لعواصف رملية وعواصف ترابية وأمطار وسيول، استعدادات وزارة الري فندم؟ تمام. الحقيقه موضوع السيول يمكن بقى يعني احنا ما كناش متعودين قوي على موضوع السيول دوت لفترات طويله، يمكن نتيجه التغيرات المناخيه. عايزين نتكلم عن فكره الفرق ما بين السيول والامطار الغزيره، يعني على حد علمي ان السيول هي الامطار او الميه اللي بتنزل على اماكن مرتفعه، صح كده؟ تمام يا فندم. والامطار الغزيره اللي هي بتنزل على اماكن مسطحه. خلينا نقول ان هو يعني هو الامطار هي في الاخر عباره عن امطار بتسقط على بعض المناطق، بس دي ليها استفاده، يعني نقدر نستفاد بيها بشكل، ويعني السيول نقدر نستفاد بيها بشكل، والامطار الغزيره نقدر نستفاد بيها بشكل اخر. بالتاكيد، بس المهم جدا زي ما حضرتك قلت الاستفاده من هذه الامطار. يعني الموضوع فيه شقين، في شق حمايه وشق استفاده، والشقين مهمين جدا. حمايه من اخطار السيول، هو في الاخر برضو السيول والامطار الغزيره هي ظواهر طبيعيه. دورنا ان احنا بنحاول نقلل من الخسائر اللي ممكن تحدث نتيجه هذه الظواهر الطبيعيه، ونتصدى ليها بشكل مسبق. يعني في اجراءات قبل الازمه، في اجراءات وقت الازمه، في اجراءات بعد الازمه. بدايه اللي بيحصل دلوقتي يمكن زي ما قلت نتيجه تغيرات مناخيه ابتدت تظهر بشكل كبير في الفتره السنوات الاخيره. يعني ابتدى يظهر عندنا بعض الاماكن اللي ما كانتش نشطه في السيول والامطار دلوقتي بقت نشطه، وابتدت تعمل الحقيقه برضو سيول. وبعض المشاكل حصلت يمكن 2014 2015، نذكر اسكندريه ونذكر قبلها كان في سيناء برضو بعض المشاكل. الدولة تنبهت بشدة لهذا الموضوع، يعني ابتدى في إجراءات زي ما قلت مسبقة لحماية الأرواح والممتلكات والاستفادة من هذه المياه والأمطار للتنمية في هذه المناطق اللي تسقط فيها الأمطار والسيول. خاصة يمكن ما هياش كميات كبيرة، إنما في الأماكن دي ليها قيمة عالية جدا. بتكلم على سيناء، بتكلم على البحر الأحمر، بتكلم على الوادي الجديد، بقى فيه دلوقتي سيول. حتى السنه اللي فاتت كان فيه بعض الامطار الشديده في الوادي الجديد وصلت لجريان سطحي. هرجع لسؤال حضرتك، بس موضوع السيول والامطار الغزيره. الامطار لما بتتحول لجريان سطحي ده اللي بنسميه سيول، يعني لما الامطار تبقى شديده جدا لدرجه انها تتحول لمياه بتجري على الارض، وبتجري في ساعتها ممكن تجري معاها رمال، احجار، ممكن في بعض تاخد اللي قدامها يعني. بالظبط يا فندم. ساعات بتقطع طرق كمان زي ما بيحصل يعني. فده اللي بيتحول بقى لسيل يعني. في جميع الاحوال زي ما قلت هي خطر، مخاطر لازم احمي الناس والممتلكات منها، وفي نفس الوقت هي فرصه خاصه في ظل مواردنا المائيه المحدوده وزياده السكانيه الكبيره اللي عندنا والفجوه المائيه اللي عندنا، فاي قطره مياه لابد من الاستفاده منها. عشان كده في احد المحاور اللي الوزاره شغاله عليها موضوع تنميه الموارد المائيه او تنميه موارد مائيه اضافيه، ومنها موضوع حصاد مياه الامطار والسيول كأحد المحاور المهمة. فعندي حاجتين، يا إما بوجه المياه دي في جميع الأحوال بعيدا عن التجمعات السكانية بحيث أنها أتفادى المخاطر ممكن تحصل منها، وفي نفس الوقت ممكن أحصدها وأعمل بعض الخزانات الأرضية اللي موجود دلوقتي في سيناء مثلا، في سانت كاترين، في بعض الأماكن الأخرى، بعض السدود وبعض البحيرات، بحيث أن أنا أخزن هذه المياه وأستفيد منها سواء بشكل مباشر للبدو الموجودين فيها، أو حتى من خلال شحن الخزان الجوفي، وبعد كده بقدر استفيد من هذه المياه. انما الموضوع محتاج استعدادات كبيره خاصه في ظل التغيرات الكبيره اللي بتحصل دلوقتي. ويمكن ضمن هذه الاستعدادات التنبؤ المبكر بالامطار، وده يخلينا الأرصاد عامله اللي عليها بسرعه. والحقيقه ده برضو ده طبعا عندنا احنا، خلينا نقول في غرفه عمليات كده للجهات المعنيه فيما يخص موضوع السيول. وحتى في مجموعه الواتساب بقت اسهل الوسائل التواصل دلوقتي، يعني الموبايلز بقت موجوده في كل ايد. فعندنا مجموعه ممثل فيها الساده الوزراء المعنيين، وزير الري، وزير التنميه المحليه، كل الوزارات العامله او المعنيه في هذا الصدد. بالظبط، الساده المحافظين موجودين فيها، الساده مثلا مسؤولي الازمات في مجلس الوزراء، على كبير من المسؤولين موزعين، حتى المحافظات ممثله بشكل كبير. يعني الهدف من المجموعه دي ان انا اولا بنشر قبل الحدث بثلاث ايام التنبؤات المتوقعه للامطار خلال الثلاث ايام اللي جايه. فده بيدي فرصه للاستعداد بشكل افضل لدى كافه الجهات. طبعا لما يكون في ايام فيها بقى متوقع فيها امطار شديده، يبقى الموضوع التنبؤات بتبتدي تزود الفريكونسي بتاعته، بعملها كل ست ساعات تقريبا، بترسل لكل الجهات المعنيه بحيث يبقى
في استعدادات يعني واضحة في خطة للموضوع. يعني في خطط معينة أو خطط قومية معينة أو استعدادات معينة سواء قبل أو أثناء أو بعد. تمام يا فندم، زي ما حضرتك قلت في أولا خطة لعمل السدود وأعمال الحماية من السيول وأعمال الاستفادة من السيول. ودي خطة بتبقى طويلة الأمد شوية، ليها تكلفة برضو يعني مش قليلة. خلينا نقول إن احنا خلال السنتين اللي فاتوا تقريبا تم ضخ حوالي 700 مليون جنيه لأعمال الحماية من أخطار السيول. ضمن خطة قومية لأعمال الحماية من السيول تصل استثماراتها حوالي 4.6 مليار جنيه في خلال السنوات اللي جاية. إنما الموضوع بياخد وقت، بياخد طبعا التمويل زي ما قلنا، وفي نفس الوقت بيتم طبقا للأولويات. المناطق الأكثر عرضة بتبقى ليها أولوية في أعمال الحماية. ده جزء مسبق وجزء طويل المدى شوية. في جزء مسبق اللي هو قصير المدى زي ما قلت الخاص بالتنبؤات، إن أنا قبلها بفترة كافية بعمل تنبؤات، برسل هذه التنبؤات للجهات بحيث يبقى في استعدادات محددة، سواء من ناحية المعدات المطلوبة للتعامل مع الأزمة، سواء من ناحية تواجد المسؤولين عن الأزمة في وقتها بشكل واضح، التأكد من جاهزية المعدات، التأكد من التنسيق ما بين الجهات المعنية. الجهات المعنية تبقى منها وزارة الري، منها المحليات بالتأكيد، منها أحيانا القوات المسلحة في بعض الأماكن اللي فيها معدات تملكها القوات المسلحة، كافة الجهات المعنية وكيفية التنسيق بينها. خلينا نقول حاجة مثلا على سبيل المثال، الغرفة دي أنا يعني عضو فيها، فالنهاردة الصبح والمبارح في يمكن اجتماعات تنسيقية، معظم المحافظين عملوا اجتماعات لغرف الأزمات والطوارئ في المحافظات بناء على التنبؤات اللي أرسلت من 3 أيام، فعملوا اجتماعات للجهات المعنية في كل محافظة بحيث إن احنا بنحدد أدوار وبننسق وقت الأزمة، إيه الأدوار المحددة، إيه اللي هيتم، هنفصل الكهرباء لو حصل في بعض الأجراءات بتتم أثناء الأزمة نفسها. فالتنسيق المسبق والتنبؤ ده أحد أول خطوات عشان أقدر أتعامل مع الأزمات في وقتها. وقت الأزمة في أدوار محددة. الحقيقة باشمهندس إن الأزمة لو تم الاستعداد ليها كويس جدا هيمنع حدوثها، وده اللي يعني شفناه امبارح من خلال الوزارات المعنية برئاسة رئيس الوزراء. بس يعني خلينا نقول للجمهور ان حاجة يعني في حصل حاجة امبارح، اعتدى احد المواطنين على افراد القوى الامنية بدائرة اسم الجمالية بسلاح ابيض محدثا اصابات بعدد منهم، وتمكنت القوة من السيطرة عليه. صراحة مسؤول المركز الاعلامي خلال مرور الخدمات الامنية المعنية لملاحظة الحالة بدائرة قسم الجمالية اشتبهت في أحد الأشخاص وحال استيقافه، وقام بالتعدي على بعض أفراد القوى بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابات بعدد منهم، وحاول الهروب إلا أن باقي أفراد القوى تمكنت بالفعل من السيطرة عليه. وتبين أنه يدعى أمير عبد الحميد 42 سنة مقيم في المحلة، وسبق اتهامه في قضيتين أحداث عامة ومحكوم عليه غيابيا بعد 3 سنوات. ده اللي حصل امبارح بالفعل، وده اخر التطورات في هذا الصدد. نستكمل مع المهندس وليد حقيقي رئيس مركز الدراسات المائيه والتصميمات، وكنا بنتكلم عن استعدادات الوزارات المعنيه بهذا يعني بهذا الارصاد الجويه او بهذا الحدث. والحقيقه يعني اللي عملته الوزارات امبارح والمحافظين بكل الفئات يعني استعداد رائع. تمام يا فندم. يعني تمام. نتمنى ان ده اللي يكون موجود دائما لكل ازمه. يعني انا عارفه ان في كوارث طبيعيه بتبقى خارج يعني خارج ايدينا جميعا، ولكن برضو يعني حضرتك قلت ان في خطه قوميه سواء قبل او اثناء او بعد، بنحاول ان احنا نقلل من حدوث الكارثه او من الاضرار اللي ممكن تعود من الكارثه. بالظبط يا فندم، هو ده الجزء الاساسي برضه، ناكد ان الظاهره او الكوارث الطبيعيه بتبقى ده وارد في كل الدنيا. والهدف الاساسي ان احنا نقلل من المخاطر اللي ممكن تحدث عنها، ده الاساس. والاستعداد للازمه واداره الازمه في وقتها بشكل جيد بيقلل جدا من الخسائر اللي ممكن تحدث نتيجه هذه الازمه. بالتاكيد. وده الحقيقه برضه خلينا نقول الكلام ده، يمكن الغرفه دي بقى لها يمكن اكتر من سنه ونص تقريبا من وشغاله بشكل جيد. طبعا بتنشط في فترات معينه، هي فترات السيول، احنا عندنا فتره الربيع وفتره الخريف دي اكتر فترات فيها سيول اللي بيحصل فيها الازمات يعني، فعشان كده بتبقى نشطه شويه في هذه الفتره، بتهدأ احيانا في بعض. بس هي الحقيقه الغرفه مستمره من يمكن بقى لها سنه ونص تقريبا. بس حصل بعض القصور خلال الاضطرابات الجويه اللي شهدناها الاسبوع الماضي. ما احنا زي ما اتفقنا يعني في بعض الاماكن يعني ما بقاش متوقع غياب تنسيق ما بين الوزارات المعنيه او الجهات المعنيه، وده وفقا يعني البيان الرقابه الاداريه.
خلينا نقول يعني بالظبط يعني خلينا في بعض بالتاكيد احنا بنتعلم دايما يعني ده جزء من ما بعد الازمه ان احنا بنتابع الدروس المستفاده من الازمه حصلت ايه اللي حصل وايه المشاكل اللي حصلت وكان اسبابها ايه بحيث ان احنا نتلافاها في ازمات او في يعني ازمات قادمه ممكن تحدث مره اخرى فمهم ان احنا نوثق اذا كان في مشكله حصلت نوثق هذه المشكله ونعرف ازاي نتعامل معها مستقبلا لو حدثت مره اخرى. طب شفت ازاي المعاناه اللي حصلت في يعني مناطق القاهره الجديده يا فندم؟ هو طبعا احنا برضو خلينا نقول احنا شويه اكتر الوزاره ناحيه المناطق المفتوحه مش المدن، المدن بتبقى مسؤوليه جهات اخرى يعني بشكل ما يعني المدن ما بتبقاش الوزاره بتبقى مسؤوله اكتر عن مخارات السيول الموجوده في الاماكن المفتوحه عن الترع والمصارف واستيعاب هذه الامطار والسيول وعشان كده ساعات بتبقى اكتر في الاتجاه ده. لما احنا بننبه دايما زي ما قلنا من خلال غرفه الازمات بننبه للتنبؤات المستقبليه من خلال مركز تنبؤ زي ما حضرتك قلت في عندنا طبعا الارصاد الجويه مصدر اساسي عندنا كمان مركز للتنبؤ بالامطار يمكن احنا كوزاره الري بيهمنا شويه موضوع الامطار تحديدا واماكنها وكمياتها عشان اعرف استفيد منها ازاي واعرف اتفادى مخاطرها ازاي فالمركز ده برضو بيصدر تنبؤاته بشكل يعني مسبق ثلاث ايام قبل حدوث يعني لو في مشكله ولا حاجه. وده الحقيقه برضه خلينا نقول الاستفاده من المياه الامطار ده جزء مهم يعني احنا دايما لما يعني اللي حصل استفادوا بنسبه قد ايه يا فندم خلال الامطار او الاضطرابات الجويه اللي حصلت؟ بتختلف يعني بمعنى ايه؟ احنا عندنا سيول في الصعيد مثلا على سبيل المثال سيول الصعيد في الغالب بتتوجه ناحيه النيل. فانا بعمل مسبقا وده بيحصل دايما في مثل هذا وحصل الحقيقه برضه المره دي ان انا باجي بروح مقلل التصرفات اللي خارجه من السد العالي. السد العالي عندي هو الحنفيه الكبيره اللي انا بخرج منها الميه اللي بستخدمها بعد كده. فلما بقلل التصرف بدي فرصه للسيول لو في سيول جايه وتوصل للنيل ان انا او امطار مباشره على بعض المناطق الزراعيه واستفيد منها فانا بقلل كميات المياه اللي انا بوصلها للاراضي الزراعيه في النهايه. ان انا زي ما قلت بقلل التصرفات اللي خارجه من السد العالي وده معناه ان انا بوفر كميه مياه كتول ممكن اصرفها من السد العالي واحتفظ بيها كمخزون استراتيجي عندي. ده بيتم تاني في بعض المناطق زي البحر الاحمر وسيناء ان انا بعمل اعمال لجمع مياه الامطار والسيول عباره عن سدود بتبقى في مسارات السيول بحيث انها اولا بتحمي مدن عندنا مثلا مدن زي سفاجه او بعض المدن الكبيره الموجوده في البحر الاحمر وسيناء بحمي هذه المدن وفي نفس الوقت بخزن المياه في الخزان الارضي دوت وبستفيد منها طوال السنه باستخدامها يعني لمختلف اعمال التنميه في المنطقه. احيانا زي ما قلت دي بتوصل للخزان الجوفي وبرضه بقدر استفيد من المياه اللي موجوده في الخزان الجوفي بعد كده على فترات ثانيه. فاي مياه بقدر احجزها بحجزها وبستفيد بيها بالتاكيد. سواء بشكل مباشر على النيل او من خلال اعمال حمايه زي ما قلت في خاصه في المحافظات زي البحر الاحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء. طيب باشمهندس وليد يعني كنا يعني بنتكلم عن الاراضي او الزراعه، الحكومه أخذت قرار بتقليص زراعه الارز. تمام. قرار صائب. خلينا اقول هو مش تقليص، خلينا نرجع برضه النقطة دي الحقيقه برضه موضوع زراعات الارز. اولا لازم ندرك اولا ان احنا عندنا فجوه. انا عارفه ان هو المطلب ده كان من كذا سنه ولكن هو يعني خلاص اقرته بالفعل. انا هقول لحضرتك بس كده يعني كام رقم عشان نقدر برضه المشاهدين يفهموا احنا ليه بيحصل كده. مصر عندها موارد مائيه واستخدامات مائيه. تمام. مواردنا المائيه لغايه يمكن لما بنينا السد العالي وابتدى يشتغل في اول السبعينات كان عندنا كميه المياه المتاحه كموارد اكثر من الاستخدامات. لما عملنا اتفاقيه 59 مع السودان كان عدد سكان مصر 25 مليون فرد. بحصه مائيه 55.5 مليار متر مكعب في السنه، الحصه اللي احنا عارفينها. النهارده احنا فوق ال 100 مليون بنفس الحصه المائيه. معناه ان نصيب الفرد قل للربع تقريبا عما كان عليه من 50 سنه ولا 60 سنه. كان لغايه نص التسعينات كان عندنا الموارد بتاعتي اكتر من الاستخدامات فما عنديش مشكله عندي موارد اكبر من احتياجاتي فما كانش عندي مشكله. من نص التسعينات ابتدى الموضوع يختلف وبشكل اساسي نتيجه الزياده السكانيه، الزياده السكانيه معناها ميه شرب زياده معناها ميه للصناعه وفرص عمل زياده استهلاك للميه اكتر محتاجه مياه للزراعه وتوفير الغذاء بشكل اكبر فبالتالي كل الاحتياجات بتزيد بشكل كبير جدا. النهارده احنا عندنا فجوه مائيه تقدر بحوالي 54 مليار متر مكعب في السنة، رقم ضخم جدا يعني. احتياجاتي لو حسبتها كده كلها حوالي 114 مليار متر مكعب في السنة. طب هل يعني تقليص مناطق زراعة الأرز هتحاول إنها
تقلل من الاجمالي او يعني. ما انا زي اقول لك انا في الاخر الفكره ان انا عندي اناء معين فيه كميه ميه، الميه دي لازم تكفيني للشرب وللصناعه وللزراعه لمصر كلها. تمام. اي حد هياخد زياده هيجي على حساب الاخر بالتاكيد. فانا ازاي بحاول يعني اعمل توازن ما بين الاستخدامات المختلفه، وطبعا في اولويات برضو معروفه، يعني مثلا ميه شرب ليها اولويه عن باقي الاستخدامات. أكيد بالتاكيد. ففي اولويات للاستخدامات، وفي نفس الوقت عندي مياه محدوده، وبالتالي كل اللي انا بعمله ان انا بحاول اوفي الاحتياجات المطلوبه لكل الاستخدامات في ضوء الموارد المائيه المتاحه اللي عندي. طب ده جميل جدا، الهدف يعني. ولكن لو اتكلمنا عن زراعه الارز، احنا عارفين ان زراعه الارز بتستغل ميه كتيره جدا. تمام. ايه البديل في الوقت اللي احنا اساسا لما بنزرع رز خلال الفتره اللي فاتت كنا بالفعل بنستورد رز؟ لا، هل بقى وزاره ال بنستوردش رز؟ بس صح، احنا ما بنستوردش رز الحقيقه، احنا كنا بنصدر. طب هل القرار ده هيخلينا او بيدعو للاستيراد او هيعمل دعوه لاستيراد الارز؟ لا، ولا وزاره الري بقى بتفكر في حاجات بديله للرز او زراعه رز باستهلاك ميه، افكار خارج الصندوق؟ لا، خليني يعني انا برضو اوضح النقطه دي. 700 مليون فدان دول، اولا القرار ده تم بالتوفيق بالتناسق يعني او بالتنسيق ما بين وزاره الري ووزاره الزراعه ومجلس النواب يمكن للمره الاولى للسنه دي، يعني قبل ما القرار ده يتم، قبل ما القرار ده يطلع يعني. تمام. وتوزيع الاماكن على المحافظات، يعني بس مش ما بيقولش رقم اجمالي، انما كمان بيوزع اي محافظات تزرع، ودي ليها برضو حسبه، يعني ليها برضو دراسات محدده ازرع في انهي اماكن. لان عندي بزرع بشكل كبير في المحافظات الشماليه قريبه من البحر، لانه مع بناء السد العالي كان واضح جدا ان كميات المياه اللي توصل للبحر سنويا اثناء الفيضان اللي كانت بتعمل غسيل للتربه بتاعت الدلتا ما بقتش موجوده، ما بقتش متاحه، وده ممكن يسبب تملح للاراضي اللي موجوده في الدلتا. حلو. وتداخل جدا لمياه البحر يعني في بعض بلد الأماكن. زي كفر الشيخ ده هي معتمده على زراعه الرز، وعشان كده انا قلت الفلاحين بيعانوا ان الارض بتاعتنا هتتملح. ما انا هقول ايه اللي خدته وزاره الزراعه ووزاره الري بقى؟ ده اللي انا بحاول اشرحه لحد دلوقتي. انه عشان كده تحديد الاماكن مهم، والاماكن دي بتبقى مبنيه على دراسات، وعشان كده معظم المساحات الرز اللي بتتزرع بتبقى موجوده في الشريحه الشماليه القريبه من البحر، ومنها كفر الشيخ. يعني دي من الاماكن اللي لازم تبقى يعني جزء كبير منها مزروع رز عشان اقدر اقاوم الملوحه بتاعه البحر ما تخشش للميه. بقل تدريجيا وانا داخل الدلتا، وفي بعد كده بعد الدلتا ممنوع زراعات رز، يعني جت فتره كانت الفيوم مثلا بتزرع رز، ودي الحقيقه مخالفات شديده يعني. فالفكره اولا 700,000 فدان يكفوني كاستخدام محلي. الاجراءات الاخرى اللي بتتاخد يعني مش محتاج ان انا استورد، الاجراءات الاخرى في بعض الـ الطرق اللي تم تطبيقها بالفعل على سبيل المثال في محافظه البحيره. زراعات الارز بالتكثيف زودت انتاجيه الفدان من 3 طن تقريبا للفدان لحوالي 6 طن للفدان. ده معناه ان انا بنفس المساحه بقدر اعمل ضعف الانتاجيه. ازاي بقى؟ ما انا بقول لحضرتك من خلال طرق زراعه، طرق زراعيه معينه. يعني تم تجربته، ده تم تجربته الحقيقه بالتنسيق مع السيده بالتنقيب مثلا محافظ لا هي بس اداره الميه، امتى بروي؟ مش لازم اكون مغطي الرز بقى كله بالكميات الميه، امتى بروي الرز وبزرعه باي شكل؟ في الاخر بقدر اوفر من الميه اللي انا بديها له كرز، وفي نفس الوقت الانتاجيه بتزيد. ده اللي احنا بندور عليه، احنا ده مش بس الرز على فكره، في كل المحاصيل دلوقتي بندور على ما يسمى الشورت ديوريشن كروبس، او المحاصيل قصيره العمر. بحيث انها عمرها بس الارز تحديدا محصول قومي يعني بالتاكيد يا فندم، فكان لازم ان احنا نسلط الضوء عليه. بس خلينا نتكلم مثلا عن اليابان. زي ما حضرتك قلتي الرز مشكلته الاساسيه ان هو بياخد ضعف او يمكن اكثر من ضعف كميه الميه المطلوبه. اليابان والصين تمام معتمدين على الرز، عندهم قله في المياه، ما عندهمش مشكله ميه، لا عندهم مشكله، ولكن هم بيلجأوا الى طرق خارج الصندوق، تكنولوجيا مختلفة، آليات زراعية مختلفة. بالتأكيد. هل انتوا يعني حاولتوا ان انتوا تتواصلوا مع الجهات المعنية هناك، تشوفوا طرق الزراعة، تكتشفوا بذور مختلفة؟ رز بسماتي مثلا بيختلف شوية، بيبقى بيحتاج مية أقل على قد علمي، صح كده؟ تمام يا فندم. في ده جزء زي ما قلت زراعه الارز بالتكثيف اللي انا اشرت ليه، دي تجارب موجوده في اسيا زي ما حضرتك اشرتي برضو. احنا الاسيا هم اكثر ناس شغالين في موضوع الرز، فهي تجارب موجوده بالفعل في دول ثانيه وتم نقلها لمصر، بتاخد وقت على المزارعين ما يبتدوا يتاقلموا معاها ويدخلوا فيها. انما ده حصل يعني، ويمكن حصل في سنتين ثلاثه ورا بعض، ابتدينا بمساحات صغيره ومع الوقت ابتدى المزارع يحس ان اللي جاره ابتدى يعمل انتاجيه اكبر. يعني مركز بحوث الزراعيه دوره ايه؟ بدا ان هو ينتج بذور جديده بديله للرز؟ بيبقى في بيسموها الاصناف يعني، او اصناف مختلفه للرز، بيبقى وقت
وقت نموه في الارض بتبقى اقل شويه، وده الحقيقه برضو وزاره الزراعه شغاله في هذا الموضوع بشكل كبير. في طرق زراعه زمان احنا كنا بنعمل المشاتل، يعني المزارعين كان يعمل مشتل الاول يشتل كده في جزء من الارض بتاعته، وبعد كده ياخد الشتلات دي يبتدي يزرعها يوزعها على بقيه الفدان. بتفضل مثلا المشاتل دي، او دلوقتي في حاجه اسمها الصواني برضو من اليابان، يعني دي تجربه موجوده دلوقتي، وكان لسه في زيارات قريب جدا الاسبوع اللي فات لهذه المناطق، يعني كانت في الدقهليه. فكره ان انا بشتل او بعمل جزء من الارض الاول، فببقى مش محتاج ازرع الارض كلها وارويها كلها للميه لمده شهر، ببقى مثلا عامل 10% من الارض اللي انا برويها، وبقيه الارض عندي مش برويها، وبالتالي كميه ميه لمده شهر بتبقى تقريبا 10% من العادي. المزارع جات فتره كان بيستسهل، بقى بيعمل حاجه بنسميها البدر، يعني بيبدر البذور مباشره في الارض ويروي الارض كلها طوال فتره الموسم، ودي العمليه الحقيقه مكلفه مائيا جدا جدا، يعني بدل ما كنت بروي زي قلت مشتل صغير قيراط ولا حاجه في الفدان، دلوقتي بروي الفدان كله. فالتحول ده لازم يكون مفهوم، اولا لازم الناس تبقى فاهمه احنا بنعمل ده ليه، يعني انا هي فكره بقى الاثار المترتبه على يعني قرار التقليص. يعني مثلا احنا هنبطل او هنقلل زراعه الرز، الناس هتتجه بديل الرز القمح مثلا. القمح مش يعني عشان أقول القمح فكره المواسم، يعني الرز صيفي القمح شتوي شويه، فهو مختلفين شويه. بس احنا نعتبر اكبر مستورد قمح في العالم، اكبر مستورد قمح الحقيقه، دي برضو معلومه مهمه. زي ما انا قلت ان احنا بنستورد جزء كبير جدا من المياه بتاعتنا. احنا عايزين نطمن هنبقى اكبر مستورد رز كمان في العالم؟ لا يا فندم، لا لا لا، الرز اولا زي ما قلت حضرتك 700,000 فدان يكفوا الانتاج المحلي، يكفوا الاستهلاك المحلي، ما عنديش مشكله في مش هستورد يعني. يعني مش هنستورد مش رز. يعني لا مش هنستورد رز، احنا بنتكلم على طب بالنسبه لزيادات الاسعار، هل ده هيأثر على اسعار القرص؟ دي ما اقدرش انا يعني ما اقدرش انا احكم عليها بشكل ما، بس انا اتوقع زي ما قلت فكره الانتاج، ما هي فكره ان كل قرار بيتاخد بيبقى ليه تبعيات، كل قرار بيتاخد علشان يتنفذ بيبقى الـ 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 الاجراءات اللي المفروض الاحترازيه اللي المفروض تتبعها اي وزاره بقى معنيه بالموضوع او حكومه، هل الاجراءات دي تم اخذها بالفعل؟ ما انا بقول لحضرتك عشان كده كانت وزاره الزراعه طرف في هذا الموضوع، لانه ما يخص بقى السوق، يعني برضو الكلام داخل فيه وزاره التموين، داخل فيه وزارات اخرى المعنيه بالسوق بعد كده وتاثيره على الاسعار في يعني السوق، في خطه موضوعه لمواجهه الاسعار، فالجهات المعنيه جزء من هذه المنظومه، بس في نفس الوقت لازم بكون انا فاهم ان انا ما عنديش بدايل كتير، انا عندي شويه ميه لازم يكفوني في كل الاستخدامات. تمام، فعشان كده انا بقول المحاصيل الشرهه للمياه لازم اتعامل معاها بشكل مختلف شويه، مش بس على الرز على فكره، يعني برضو الموز، بنتكلم عن الموز، بنتكلم عن قصب السكر في بعض الاماكن. المحاصيل الشرهه للمياه بشكل عام لازم اتعامل معاها بشكل خارج الصندوق، من خلال فرايتيز مختلفه، من خلال اصناف مختلفه تكون اقل مكثفا في الارض، وبالتالي اقل استخداما للمياه، باستخدام طرق زراعه مختلفه تساعدني برضو ان انا اعظم الانتاجيه من وحده المياه، ده اللي انا بشتغل عليه. فعشان كده بحدد مساحات، انما في المساحه دي اقدر انتج كميات اكبر لو استخدمت التقنيات والاليات والزراعات المناسبه. طيب باشمهندس فريد، يعني في بعض التحديات بتقابل الحكومه المصريه، التحديات على النيل وكيفيه مواجهتها، ومواقف يعني موقف الوزاره من تعديات الكبار. التعديات على النيل الحقيقه طبعا مشكله كبيره، مش بس النيل الحقيقه، شبكات الترع والمصارف عندنا التعديات، وتغطيه بعض المصارف والترع طبعا. هنيجي برضو الموضوع التغطيه ده الحقيقه، بس اولا التعديات ضخمه جدا، جت فتره انفلات امني عملت طبعا تعديات ضخمه، يعني التعديات وصلت لفوق ال 500,000 تعدي مخالفه مسجله على شبكات الترع والمصارف. النيل مش بس النيل 1300 كيلو ولا 1500 بالفرعين 1500 كيلو، انما احنا عندنا شبكه ترع ومصارف طولها حوالي 55,000 كيلو. تعديات ضخمه حصلت عليها. تم ازاله تقريبا 320,000 مخالفه من ال 540,000 تقريبا، يعني وده رقم برضو مش قليل. طب ده كويس. انما والنيل اذا كان في تعديات الحقيقه برضو، يعني في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا في ازالات وصلت لحوالي 30,000 مخالفه، ازاله للمخالفات يعني. مفيش حد فوق القانون. يعني الحقيقه برضو ده برضو يبقى نقطه واضحه، مفيش حد فوق القانون، القانون بيطبق على الكل. وتعاون الجهات المعنيه، حضرتك عارفه الازالات بيبقى فيها اطراف ثانيه كتير، مش بس وزاره الري، فيها المحليات، فيها الامن بالتاكيد، ولازم في دراسات امنيه مسبقه قبل ما نعمل الازالات دي. الحقيقه التعاون دلوقتي وهيبه الدوله بقت موجوده وبقوه، الازالات ازالات ضخمه، اتعملت ازالات كانت ناس متعديه على النيل وردمه جوه النيل وعامله فنادق مثلا، والكلام ده اتشال بالكامل يعني. فالتعديات يعني بحسم وبقوه، الكلام اي تعدي هيتشال.
مفيش حد فوق القانون. الموضوع هياخد وقت شويه لان كم المخالفات كان كبير جدا، بس الحقيقه الدوله ماشيه بخطوات ثابته في هذا الملف، مفيش تعديات هتبقى موجوده على النيل والمجاري المائي. طيب سريعا ويعني في اقل من دقيقه، الخطه القوميه للوزاره لمواجهه موارد المياه. تمام، خلينا نقول برضه هي خطه قوميه للدوله. يعني هي الحقيقه اللي شارك في وضع هذه الخطه 9 وزارات معنيه، مش بس وزاره الري، لان في وزارات اخرى مسؤوله عن مياه الشرب والصرف الصحي زي وزاره الاسكان، في وزارات مسؤوله عن يعني في وزارات ثانيه معنيه بالامر بالظبط يا فندم. البيئه والصحه والصناعه والاسكان والزراعه. مش عارفه ليه اول ما نقول مياه عيني بتتجه لوزاره الري على طول. طبعا طبعا مستريا احنا المسؤول الاول عن اداره هي الصوره الذهنيه مرتبطه بوزاره الري تحديدا يعني. بالظبط يا فندم، بس وزاره الري لوحدها ما تقدرش تواجه تحديات الموارد المائيه في مصر. يعني احد التحديات مثلا موضوع القمامه ووصولها للمجاري المائي، دي ما هياش مسؤوليه وزاره الري، مسؤوليات جهات اخرى. ده مش معناه ان احنا بنلقي على بالمسؤوليه على حد، انما معناه ان احنا لازم نتكاتف كلنا وكل جهه يبقى ليها دور واضح ومحدد عشان نقدر نواجه تحدياتنا المائيه. تحدياتنا المائيه موارد محدوده، فرص زيادتها محدوده الى حد كبير، في المقابل الاستخدامات نتيجه زياده السكان بتزيد بشكل كبير جدا. زيادة السكان النهارده بنتكلم على 100 فوق ال 100 مليون، بنتكلم على 20 50 هنبقى حوالي فوق ال 150 مليون تقريبا. ارقام متزايده بشكل كبير، بالتالي احتياجات مائيه متزايده. ولو انا ما عرفتش ارشد من دلوقتي، ارشد استخداماتي واحط خطه واضحه للترشيد الاستخدامات في كل القطاعات، ومنها قطاع الزراعه، ومنها موضوع الرز على سبيل المثال والمحاصيل الشرقيه. احنا على فكره احنا معاكم جدا في ترشيد الاستهلاك، اهم حاجه نلاقي رز، نلاقي قمح، ما نلاقيش زياده في الاسعار. اكيد اكيد، ده هدف يعني هدف عام لينا ان احنا بنزوله، احنا بنتحرك في اطار ما هو متاح لينا من موارد، وفي نفس الوقت دون التاثير على بالتاكيد على الحياه. اكيد طبعا باشمهندس وليد، حقيقي يعني انا عايزه بس حضرتك توعدني ان شاء الله ان احنا يبقى لينا لقاء تاني في الحياه الان، يعني نتكلم على الخطه بشكل يعني مفصل. والحقيقه ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل، يعني في تحديات، في بعض الأزمات، في بعض المشاكل، ولكن لو في تكاتف ما بين الوزارات والجهات المعنية وتنسيق تتحل كل التحديات. بنشكر المهندس وليد حقيقي رئيس مركز الدراسات المائية والتصميمات بوزارة الري. شكرا. يعني كنت ضيف كريم على الحياة الآن.